جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. مستمع يقول: أبو أحمد يقول: قمت بأداء فريضة الحج عام 1413 ولله الحمد، ولكني لم أستطع المبيت بالمزدلفة، وذلك لأننا تأخرنا في الطريق ومن معي. وعندما خرجت من مكة رجعت إلى محل إقامتي الدوادمي ولم أطف طواف الوداع، فهل حجي صحيح مع العلم أنني لم أسافر بعد إلى بلدي الأصلي؟ وجهوني جزاكم الله خيرا. أما قضية عدم المبيت بمزدلفة بسبب تعطلكم في الطريق، فإذا كان هذا العطال استمر إلى أن طلع الفجر ولم تتمكنوا من الذهاب إلى مزدلفة فأنتم معذورون في هذا. الحمد لله. أما إن كنتم تمكنتم من الذهاب إلى مزدلفة قبل طلوع الفجر ولكنكم تكاسلتم وبقيتم في مكانكم بحجة العطال، فإنه يلزمك بدل المبيت أن تذبح فدية في مكة وتوزعها على فقراء الحرم. طيب. لأن المبيت بمزدلفة واجب من واجبات الحج، والواجب إذا ترك فإنه يجبر بدم. أما عن طواف الوداع وسفرك قبل طواف الوداع إلى الدوادمي فهذا خطأ منك. طواف الوداع واجب على الحاج إذا أراد الانصراف من مكة أن يكون آخر عهده بالبيت، كما أمر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، وهو واجب من واجبات الحج. فيجب عليك أن تذبح فدية في مكة وتوزعها على فقراء الحرم جبرانا لهذا الواجب الذي تركته. فالحاج عندما يريد مغادرة مكة بعد الحج سواء إلى بلده أو إلى غير بلده فإنه يجب عليه أن يطوف طواف الوداع. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. ذيل هذا السؤال شيخ صالح بسؤال يقول: إذا كان علي دم وليس عندي مال فهل يجزئ الصيام؟ نعم. إذا لم تستطع ذبح الهدي عن الواجب الذي تركته فإنه يجب عليك صيام عشرة أيام عن ترك المبيت بمزدلفة من غير عذر، وصيام عشرة أيام أخرى عن ترك طواف الوداع. جزاكم الله خيرا. بالنسبة للمبيت في مزدلفة، أما وقد سقط عنه الواجب لكونه لم يستطع شيخ صالح كما قال في رسالته؟ نحن فصلنا. طيب. قلنا إذا كان عطال السيارة استمر. نعم نعم. ولم تتمكنوا من الذهاب إلى مزدلفة حتى طلع الفجر فأنتم معذورون. وحينئذ تسقط الفدية. وحينئذ ليس عليه فدية أصلا. طيب طيب. وأما إذا كانوا تمكنوا من الذهاب ولكنهم تكاسلوا. نعم. وبقوا في مكانهم فإن عليهم الفدية كما ذكر. أحسن الله إليكم. جزاكم الله خير الجزاء.